في هذه الحلقة من مسجون في الغربة، رحلات إلى كولومبيا تنحو منحاً سيئاً. كنا كالإخوة. لدي عرض لك. جندي بحرية قامر أكثر من اللازم. لن ترى والدك في القريب العاجل. كنت ألعب بكل حياتي. أهذه حقيبتك؟ ربما تغير هذه اللحظة حياتي نحو الأسوأ إلى الأبد. ساعدني. أمريكي شاب يبحث عن جذوره فيجد العنف يملأ الأدغال. لم تكن العودة إلى كولومبيا سهلة. لم يخطر في بالنا كم الأمر خطير. خرج فجأة 4 جنود من الأجمع. كانوا يريدون أخذي إلى الأدغال وقتلي. هيا هيا تحرك تحرك تحرك. انضممت إلى البحرية عام 2003 وعمري 18. تحرك تحرك. قبل انضمامي إلى الجيش كنت شخصاً ميالاً للمخاطرة أكثر من جميع أصدقائي. نقلت خلال الخدمة عام 2008 إلى صقلية في إيطاليا وقابلت آلي ورزقنا بصبي. ظننا أننا نحب بعضنا. كنت أستدين المال لألعب. وتلقيت بعض الخسارات الثقيلة. خسرت في عام واحد أكثر من 12,000 دولار. أنا آسف. أنت آسف؟ فقررنا أخيراً أن ننفصل وأن تعود آلي مع ابننا إلى الولايات المتحدة. ما بك؟ ها؟ لن ترى والدك قبل وقت طويل. لم أعي حقاً ما حصل لنا إلا في المطار. اهدأ. لن أكون معه عندما ينطق بكلماته الأولى أو يخطو خطواته الأولى. يوم غادرت زوجتي وطفلي إلى الديار قابلت في ذلك اليوم دام. لو سمحت توصيلة؟ أجل أجل نصعد. شكرا دوم، تشرفت بمعرفتك. اسمي ليمار. دعاني بعد ذلك إلى جولة في الحي اللاتيني. مرحبا. أهلا. كيف الأمور؟ شراب، تريد شرابا؟ لم أكن أتكلم الإسبانية لذا كان دوم هو من يقودني. هيا للرقص. وبمرور وقت قصير بدأنا بالتسكع معا بشكل شبه يومي. كنا نبدأ الاحتفال مساء الجمعة ويمتد بنا الأمر ليوم أو يومين وحتى 3 أيام. وذلك زاد من ديوني المتراكمة علي أصلاً. وفي أحد الأيام دفعت ثمن كل ذلك الاحتفال. حسناً حسناً أنا قادم. كان الضابط المشرف علي. كان علي الالتحاق بالعمل في 7 وكانت 11:30. مطلوب إلى مكتب القائد فورا. ادخل. هل كنت تحتفل ليلة البارحة؟ لم أرغب أن يعرفوا أن سبب تأخري هو الاحتفال فكذبت عليه. لا سيدي. فقال لي لأني واثق بأنك تكذب.
سأقوم فوراً بتخفيض رتبتك درجة واحدة. انصراف. انصراف. لقد دمرني الأمر. ذلك يعني انخفاض راتبي 1300 دولار شهرياً. في تلك الفترة كنت أرسل إلى زوجتي وطفلي 2300 دولار شهرياً. كيف سأعوض ذلك الآن؟ كنت ودوم صديقين مقربين حينها. لدي عرض لك. لقد شرح لي الأمر بطريقة غير واضحة في البداية. قال لي ستقوم برحلة إلى أمريكا الجنوبية. سوف تستمتع وتحتفل وستحضر شيئاً خلال عودتك، وعندما تحضر ذلك الطرد ستنال 10,000 يورو. توقعت أنه يتكلم عن الممنوعات. أنت مجنون. قد يلقى القبض علي وأمضي سنيناً في السجن. لقد رشونا المعنيين في المطار. مع مبلغ كهذا أستطيع حل كل مشكلاتي. لذا قررت أن أخاطر وأن أضع ثقة عمياء في دوم. سافرت وحدي إلى كولومبيا لتهريب الممنوعات. أريدك أن تحزم كل ملابسك في هذه الحقيبة وبعدها سننطلق. لا أتكلم الإسبانية. ملابسك ضعها في هذه الحقيبة. هيا. دون دوم لا يمكن التواصل. كل الملابس، كل الملابس ضعها في هذه الحقيبة. فهمت أن في مكان ما من الحقيبة هنالك ممنوعات. هيا. هيا بنا. ترجل، ها هو المطار. أشار بأن أكمل الطريق مشيا على الأقدام. ذهبت إلى تسجيل الدخول. التالي. الهوية. ما هي وجهتك سيد ليمار؟ إلى صقلية. رحلة سعيدة. حتى الآن الأمور على ما يرام، لكن حالما تقدمت نحو البوابة لاحظت أنهم يفتشون الحقائب المحمولة. وبينما كانت السيدة تفتش أقحمت أنفها في الحقيبة. بدت عليها نظرة ما هذا؟ ماذا لديك هنا؟ تفقدي ماذا يحمل معه. مرحبا، ماذا في الحقيبة؟ أنا آسف، لا أتكلم الإسبانية. سأنكر وجود الممنوعات في الحقيبة، وعلي أن أحافظ على رباطة جأشي، وستكون الأمور بخير. تعال أدخل. أهذه حقيبتك؟ أجل. بعد أن أخرجت كل الأغراض من حقيبتي هنالك مشكلة. الأداة من فضلك. شعرت بالخدر، شعرت بالانكسار. ممنوعات، تعال معي. قلت لنفسي إنها النهاية. تعال. قضي الأمر. كان ذلك اليوم أحد أكثر الأيام انحطاطاً ربما في حياتي كلها. أخذوني إلى مركز الشرطة. مرحباً، سأكون إلى جانبك. كان هناك ذلك الشاب الذي أعطاني انطباعاً بأنه يساعد السفارة. أتريد الاتصال بأحد لأعلمه بوجودك هنا؟ أعطيته أرقام والدي ودوم أخي. في الصباح التالي أخرجوني من الزنزانة
مكبل اليدين. تتحدث الإنجليزية؟ أنا أمريكي. أنا كارلوس. تعرف أين نذهب؟ أخبرني أن لاموديلو واحد من أقصى سجون كولومبيا. من الأفضل أن تهيئ نفسك. هيا توقف عن الكلام، اصعدا، اصعدا بسرعة واجلسا. انضم إليكم أصحاب جدد، التزموا الهدوء. كنت متوجسا من كل شخص قربي ومستعدا للدفاع عن نفسي. لم تغمض عيني تلك الليلة. كنت أستلقي هناك مرتعشا من البرد وفكرت كيف وصلت إلى هنا. غلطة وراء غلطة أكبر. شعرت بالعار. في الصباح التالي كان هناك رجل ينظر إلينا. أشار لنا إلى إحدى الزنزانات. تريدان شرابا؟ حتما لم يكن ما كنت أتوقعه. نحن ندفع جيدا. كان الطابق الثاني من سريره يحتوي على أنواع الطعام والشراب والصلصات. فكرت كيف أحصل على ذلك. يعمل الحراس معنا، ندفع لهم فيغضون الطرف عنا، وبذلك نحصل على ما نريده. وهكذا عرفت آلية العمل. بالمال تحصل على كل ما تريده تقريبا عدا الحرية. هذا رائع، الشراب، وقت الاحتفال، لنحتفل يا رجل. براتبي من الجيش كنت تقريبا أمتلك نقودا أكثر من أي شخص في هذا المكان. في السجن يا سيد، عندما يرون شخصا معه نقود. أجل، هذا يزيد من احترامه. كنت أتصل بالمنزل باستمرار. مرحبا يا صغيري، أنا والدك. تذكر دائما بني، أنا أحبك، لا تنسى هذا. حسنا. تمنيت أن تكون أول كلماته أبي. قلها، قل بابا، قل أبي. إحدى المرات رددها خلفي فسمعته يقول بابا بابا بابا. للحظة كانت تلك سعادة لا تضاهى، لكني أدركت كم أشتاق إلى ابني. أيام الأحد تزيد الأمور سوءاً، لأنه يأتي فيها كثير من الأمهات والزوجات والأطفال لزيارة المساجين. مرحباً، اسمي ميلينا. اسمي ميلينا، ما اسمك؟ ليمار. عندما دخلت ميلينا حياتي كان ذلك أحد أكثر المشاعر دفئاً. أتحب أن نتمشى؟ نتمشى. نتمشى؟ معاً، نمشي. تريدين أن نمشي؟ أجل، هيا بنا. حسناً، هيا. تمشينا قليلاً وحاولنا أن نتبادل أطراف الحديث. كان دخولها في حياتي رائعاً. في كل عطلة لنهاية الأسبوع، ورغم أنها على قائمة زوار أخيها، فقد كانت تأتي لزيارتي. أصبح لدي هدف، علي أن أفوز بهذه المرأة الجميلة. طبقك المفضل. لكن في السجن تتغير الأمور في لمح البصر.
قبل انتهاء عام 2012 بقليل أخبروني أن لدي زائر. هل جلست؟ أخبرك أنه منذ العام الجديد لن تتلقى أي مبالغ مالية من الجيش. جميع المبالغ التي استلمتها كانت تعويضاً عن الإجازات غير المدفوعة. بالتوفيق. لأخفف وطأة ما أشعر به، اتصلت بالمنزل لأسمع صوت ابني. زوجتي السابقة هي من أجابت. مرحباً. أخبرتها أنه لم يعد هناك أي مدخول مادي، وعندما قلت لها هل تعطيني ابني؟ أغلقت الخط. أعدت الاتصال 10 مرات لكنها لم تجب. عندها أدركت الحقيقة. لقد أضعت فرصي بأن أكون قرب ابني وأن أبني علاقة معه. لقد خذلته للأبد. لقد كانت النقود التي أرسلها مصدر الدخل الرئيسي لابني. بعد أن أعلمني الجيش بأني لن أتلقى أي رواتب، تواصلت مع دوم لعله يساعدني. اسمع يا صديقي، أنا آسف لأنني لا أستطيع مساعدتك الآن. كانت النقود شحيحة، لكنه كان سيقوم بعملية جديدة ستغير الحال. أنا يائس. أكد لي أنه لو سارت الأمور كما يجب فسأحصل على بعض المال. عندما توقف مصدر النقود صدر حكم المحكمة علي. كان الحكم 64 شهراً. كانت مدة يصعب تحملها. كان الأمر قاسياً إلى درجة الانكسار، لكن ميلانا بقيت بقرب طوال تلك المدة. في أحد الأيام أتاني اثنان يركضان بسرعة ويصرخان: أيها الأمريكي، أيها الأمريكي، سينقلونك. النقل يعني بالعادة أن ترسل إلى سجن آخر. هيا، سيتم نقلك. في تلك الليلة حين ظننت أنني كنت متجهاً إلى المدخل الرئيسي للسجن، أخبروني خبراً سيئاً: لست ذاهباً إلى سجن آخر. قلت في نفسي: أين سيأخذونني؟ كان هناك الرجل الذي رأيته عند اعتقالي. أخبرني أنه من وكالة مكافحة الممنوعات. أتيت لإخبارك بأنك سترحل إلى الولايات المتحدة وسيحكم عليك بالسجن 10 سنوات. ماذا؟ I've got voice recordings of you and Dom on the phone talking about another operation. لقد كان يتهمني مباشرة بالتآمر لتوزيع الممنوعات من داخل السجن. أنا يائس. تمزقت إلى شظايا. أصبحت الحياة سيئة، كل شيء أظلم في عيني، كل شيء. أذكر أنني ركعت على ركبتي: ساعدني، إن كنت تسمعني فساعدني. بعد ذلك بأسبوع نقلت إلى سجن آخر. هناك أمسكت كتابا، وحالما بدأت بقراءته أصبح مرآة بالنسبة إلي. إن محبة المال أصل لكل الشرور. تسبب المال في ارتكاب جميع المعاصي. يسيطر الكبرياء عليك قبل سقوطك. الكبرياء أوصلني إلى هنا.
بقيت في كولومبيا 29 شهراً قبل أن يتم ترحيلي إلى الولايات المتحدة. حين حان موعد ترحيلي أخبروني بأنهم قبضوا على دوم صديقي القديم، حيث أدلى بشهادة لصالحي وقد ساعدني في الحصول على حريتي. وخلال هذه الرحلة أستطيع القول أن دوم كان صديقاً. من معي؟ مرحبا. لا لا، ليس هكذا. بمجرد إطلاق سراحي أتت ميلينا لزيارتي في جورجيا. اشتقت إليك. وأنا أيضا. كانت أول مرة نلتقي فيها خارج السجن. أخبرتها بأني أريد أن أمضي بقية حياتي معها. أعلننا خطوبتنا وسنتزوج. تعلمت أن أكون أكثر امتناناً لما لديه. أكثر ما أندم عليه هو أن لدي ابناً يكبر دون أن أكون قربه. أعمل الآن لأمتلك الحق القانوني بالتواصل معه، لأن العودة إلى حياته بمثابة صراع. كنت أدرس في جامعة كولورادو في 21 من عمري. لم يكن أدائي حسناً وأردت الرحيل. كنت أفكر في خطوة التالية. كنت كولومبياً، وعندما كنت في عمري شهرين تبناني زوجان أمريكيان، وخطر لي أن أعود إلى كولومبيا. قمت بالرحلة ابتداءً من كولورادو. كان الخروج من المسار الذي يتبعه السياح جزءاً هاماً من رحلتي. أردت العودة إلى كولومبيا بطريقة تحمل معنى بالنسبة إلي. ولتصل إلى كولومبيا عليك أن تعبر منطقة داريانجاب. فكرة عبور داريانجاب كانت تحدياً مخيفاً. أهلاً. لكنها صعبة. مرحباً. آخر ما أحتاج إليه قبل المغادرة هو الخريطة. أريد خريطة لداريان. لا يسأل الكثيرون عن من هناك تلك الخريطة. بينما كنت أتصفح أنواع الخرائط، دخل ذلك الرجل وذهب إلى نفس المنضدة. مرحباً سيدتي. أهلاً. وسأل عن الخريطة نفسها. أجل، دارين. داريان؟ يا لها من مصادفة. كنت أبحث عن خريطة منطقة داريان. عرف بنفسه. أنا روبرت. لماذا أنت مهتم بالمنطقة؟ أخبرني بأنه صحفي. متى تفكر في الذهاب؟ غدا أو بعده. كنا كلينا نفكر فيما إذا كان مناسبا أن نذهب معا، وتقابلنا في الفندق الذي كان ينزل فيه. أحضرت بعض الخرائط. كانت خطتي العبور دون أن يلاحظ أحد، لكن كانت معه امرأة أخرى تقاربني في السن، صديقتي ميغان. عندما رأيتها كانت شقراء وطويلة نوعاً ما، وقد تيقنت حين رأيتها أنه من المستحيل أن نتسلل خفية. نحاول أن نجد أفضل طريق. حسناً. لم أكن واثقاً بأن ميغان ترغب في قدومي معهما، وهذا مضحك لأن لدي تحفظات بشأنهما. كنا جميعاً مهتمين بما قد نواجهه هناك. قد نصادف في المنطقة بعض المتمردين الكولومبيين. هذا صحيح، الفارك. سمعت عنهم قليلاً. تعيش حركة الفارك اليسارية. تعيش. تعيش الفارك. كنت مهتماً فيما كانوا يحاولون فعله. صورهم لي عقلي في ذلك الوقت بأنهم أناس يقومون بالفعل بدلاً من الكلام. إذن ما رأيك في أن نذهب معاً؟ وافقت لنفعل هذا. صعدنا القاربة وبدأت رحلتنا في اتجاه منطقة داريان. عدة كيلومترات احتاجت نهاراً كاملاً، لكننا نمضي قدماً. كنا متيقنين بأن رحلة كهذه لا يمكن إكمالها من دون دليل. ركبنا القارب حتى وصلنا إلى قرية للسكان الأصليين هي كاباتي، وهناك قابلنا فيكتور.
رآنا ونحن ننزل. أهلاً، تفضلوا. صباح الخير سيدي. أنا مارك، راقني فيكتور كثيراً. اصطحبنا فيكتور في جولة حيث تكلم عن خبرته السابقة بوصفه دليلاً. ادعى أن له علاقات بمنظمة الفارك، وهذا أجل. أمر مطمئن لكسب ثقتنا كما تعلمون. اتفقنا. عظيم. أجل. اتفقنا، لن تندم على ذلك. بكل تأكيد. تفاوض فيكتور مع شخص آخر، هو فتى شاب سيكون دليلنا للقرية التالية. مشينا 12 ساعة حتى وصلنا إلى بوكورو. أعطونا كوخاً لكي نقضي فيه تلك الليلة. في اليوم التالي فاوض فيكتور ليحصل على مرشدين جدد. مشينا طيلة ما بعد الظهيرة حتى وصلنا إلى بايا. وفي المساء حضرنا اجتماعاً قبلياً. حتى تلك اللحظة كانت الأمور على ما يرام، وكنا قادرين على مفاوضة الزعيم للحصول على مرشدين. عند مغادرة بايا كنت أعرف باقترابنا من كولومبيا. كنا على بعد مسيرة يوم أو يوم ونصف عن الحدود. كان السير في الأدغال لا يحمل مفاجآت. كل شيء حولك مدبب وحاد أو يحاول التهامك. خيمنا تلك الليلة وتوقعنا أن نصل إلى كولومبيا في اليوم التالي. استيقظنا اليوم التالي وتناولنا الفطور، ثم تابعنا المسيرة لأننا سنقطع الحدود الكولومبية ذلك اليوم. توقفنا عند الظهيرة تقريباً، وبينما نتناول الغداء مر قربنا 3 رجال من قرية بايا. كانوا متجهين إلى القرية. تبادلنا التحيات وأكملوا طريقهم. بعد الغداء جمعنا أغراضنا وأكملنا السير في طريقنا المحدد. وعندها سمعنا أصواتاً رهيبة، إطلاق نار. إطلاق نار؟ الطلقات تأتي من الوادي على بعد 4 كيلومترات. كانت تلك الرشقات من الرصاص منخفضة. خفق قلبي بشدة. عندها قال مرشدون إنهم لن يكملوا الطريق معنا. ألقوا أرضاً كل ما كانوا يحملونه وهربوا. قبل أن يتسنى لنا أن نناقش ما سنفعله وما هي خططنا، ظهر 2 من الرجال 3 الذين مروا بنا. أحدهما كان ينزف، وكل ما قاله إن أناساً بدأوا بإطلاق النار عليهم دون إنذار، كما أخبرنا أحدهما إن الثالث أردي قتيلاً. ماذا حصل لبقية الرجال؟ وأكملوا طريقهما عائدين إلى بايا التي هرب إليها مرشدون. عندها قال روبرت: أعتقد أنه ينبغي أن نتابع باتجاه الكمين، ذلك أكثر أمناً من العودة. ماذا عن فيكتور؟ سنظل معاً. مارك، أنت معنا؟ حسناً، نحن متفقون. وبعد 15 دقيقة تقريباً وصلنا إلى أحد المنحدرات. أظن أن روبرت قال حينها: هذا المكان مناسب جداً لإنشاء كمين. وفجأة ظهر 4 جنود أمامنا. ارفعوا أيديكم، وضعوا الحقائب. هيا. ألم تسمعوا؟ ضعوا الحقائب، هيا. مسلحون، وجهوا أسلحتهم نحونا فرفعنا أيدينا. نداء إلى المقر. أسمعك جيدا. وجدنا 4 أشخاص هنا. أسمعك. إنهم غرباء. كنا نظن أنهم من الفارك. من أنتم؟ نحن سياح. أرادوا أن يعلموا من نكون. أخبره بأنني صحفي.
كان مع روبرت مقالات وأراد أن يوضح لهم بأنه كان صحفياً حقاً، لكنهم لم يكونوا مهتمين لذلك. بعد ساعة من الانتظار وصلت مجموعة أخرى منهم، أصبحوا الآن حوالي 40 مقاتلاً. قاموا بإبعاد فيكتور. وبعد وقت قصير عادوا به، حيث بدأ بعدها قائد المجموعة الحديث عن القوات الثورية الكولومبية الفارك. نحن القوات الثورية الكولومبية. كانوا من الفارك ومهمتهم هي حماية شعب كولومبيا. عندما انتهى من حديثه بدأ فيكتور الحديث إلي بالإنجليزية. لا أعلم من هؤلاء، لكنهم ليسوا صالحين. أخبرني بأنه لا يثق بهم ولا يعرفهم وبأنه قلق. أرادوا الاطلاع على خرائطنا وسألوا بضعة أسئلة عن بايا وما هي أحوالها. أي الرجال من بايا؟ لا يوجد أحد هنا من بايا. قرروا العودة إلى بنما لغاية تخصهم، ولكنهم بحاجة إلى دليل كي يقودهم. سترافقنا وتكون دليلنا لنتقدم إلى بنما. ماذا يقول؟ يريد أخذ فيكتور معه إلى بنما. حدث بعض الجدل. أخبرهم بأنه لا يمكن أن يأخذوه معهم. لا يمكن، إنه دليلنا. لا تأخذوه معكم، ما من داع لكل هذا، أرجوكم. وضعت نفسي في مشكلة بقرار خطأ. تتالت الأخطاء حتى وصلت إلى نقطة الاصطدام مع الفارك. هذا تماماً ما كنت أتوقع حصوله. كيف لم أدرك أن الأمر كان بتلك الجدية؟ كنت قلقاً وكنت على يقين أن فيكتور قد مات حتماً. وضعونا بين الجنود، لقد كانوا 20 ربما، فنمنا محاطين بهم. لم يكن التسلل في منتصف الليل ممكناً. لا أذكر أنني نمت تلك الليلة. كان الجنود يتبادلون الحراسة. لم أعلم ماذا يريدون، ولم أعرف ماذا سيفعلون بنا إن اختطفونا. كم كانت ساذجة محاولتنا عبور الحدود كما فعلنا. انتهت قدرتنا على اتخاذ القرارات لحظة انطلاقنا. انطلقنا في الصباح. كان الجو دافئاً ولكن رائحته كالموت. رأينا هناك أغراض الرجال القرويين الثلاثة الذين مات أحدهم حيث كانت ممزقة. كنا في تلك المرحلة مع مجموعة صغيرة من الجنود. أقاموا ما يشبه المخيم في الأدغال وجلسنا منتظرين. ليقم كل منكم بعمله، هيا تحركوا. كنت أقول لنفسي إنهم من الفارك، الجناح اليساري، مقاتلي الحرية، لكنهم شبان يافعون يبلغون 16 أو أكبر قليلا ربما. لم أكن خبيرا بتلك الحركة، لكن كانت لدي بضعة أسئلة فلسفية محددة، لكن أي محاولة لإقامة حديث معهم كانت تقابل بالرفض. أعتقد أن الأمور ستسير بخير. أجل، وأنا أيضا. كنا تحت الحراسة بلا شك، لكن بلا قيود في معاصمنا، ولم نفكر بالهرب. تلك خطوة لم نكن مستعدين لها، إننا لم نفكر فيها حتى تلك اللحظة. إلى أين سنذهب إن هربنا؟ لم تكن معنا أي مؤن، لا يمكننا أن نكون وحدنا هناك، كما لم تكن لدينا مهارات البقاء في الأدغال. وفي ذلك المساء وصل قسم آخر من الجنود. هل عرفت أولئك الرجال؟ كانوا الجنود الذين ذهبوا إلى بنما. كانت معهم قذائف هاون ورشاشات روسية الصنع. أكد لنا القائد الذي أخذ فيكتور بأنه سينضم إلينا بعد وقت قصير. تحركوا بسرعة، هيا. أمرونا بحمل أمتعتنا للانتقال من هناك.
بينما كنا نتسلق أحد المنحدرات تكلمت مع روبرت عن الطريقة التي يمكن لنا أن نعرف بها حقيقة أولئك الأشخاص الذين حولنا. كنا نظن أننا إن قابلنا أحداً فسيكون من الفارك، لكن أتذكر أن فيكتور كان متوجساً منهم، ربما كان يظن أنهم من الميليشيات شبه العسكرية. سمعت عنهم، إنهم الجناح اليميني، ميليشيات فرق الموت. كنت أعلم أن أساليبهم مخيفة. كان الدعم الذي يريدونه موجوداً في الريف، وكانوا مستعدين لفعل أي شيء للحصول عليه. كان من النادر جداً أن يقوموا بأسر أحد ثم يطلقوا سراحه. أنا الآن لا أعرف ما الذي سيحدث لاحقاً. أخيراً وصلنا إلى القرية التي كانت هي مقصدنا الأساسي في كولومبيا. دخلنا إلى ملعب كرة قدم كبير جداً، وكان هناك عشرات الجنود جالسين على الأرض، وجلسنا من التعب. لا أذكر أني خلدت إلى النوم، لكن بعد بضع ساعات في ساعات الفجر الأولى أيقظني الجنود. هيا استيقظ يا رجل. كان هناك 6 جنود تقريباً، لم أتعرف إلى أي منهم. كان من الواضح أنه ولسبب ما لم يكونوا يريدون لأحد من سكان القرية أن يرانا. في تلك المرحلة خفت كثيراً على حياتي. أخذونا إلى موقع الدفن لقرية كونا خارج القرية. شعرت عندها بأنهم سيقتلوننا. كنا ننتظر، وظهر 2 جنود فاقتادوني وحدي. كيف؟ ماك كانت تنظر إلي. تحرك. لم تقل إلا وداعا. وداعا. وكذلك روبرت. إلى اللقاء. كنت في حالة استسلام تام. غمرني شعور بأنني مستعد للموت، أي أن هذا ما كان مقدرا لي، أن أعود إلى كولومبيا، فهذه عاقبة أفعالي. هل تفهم علي؟ تظن أنك تريد الهرب أو التقاط سلاح، لكن الشيء الغريب أن ذلك لم يخطر لي. توقعت أن يأخذوني إلى الأدغال فأركع ثم يضعون رصاصة في رأسي. أخذوني إلى ضفة نهر حيث كانت معظم المجموعة موجودة هناك، وكان هناك قائد آخر. اجلس هناك. أجلسوني في منتصفهم هناك. عندها شعرت بالاستغراب مما يحدث. هل تدخن؟ عرض علي القائد التدخين وأراد رأيي في الميليشيات شبه العسكرية. ما رأيك فيها؟ أيقنت أنهم ليسوا من الفارك. قلت له رأيي بهم. أنتم مجرمون، ولو أرادوا قتلي لفعلوا ذلك. أنتم سفاحون. أخبرتهم بأن الميليشيات شبه العسكرية هي أكبر مشاكل كولومبيا في ذلك الوقت. تكلمت عن الاغتيالات والجرائم والمجازر وعن كل ما يجول في خاطر. أنتم مجرمون قتلة. قلت إنهم مجرمون قتلة. أنتم سبب الفوضى. كنت أنفجر من الغيظ، وبسببكم وصلت كولومبيا إلى ما هي عليه. وفي منتصف الكلام الغاضب قاطعني القائد. توقف للحظة، سأكون صريحا معك. وأظهر لي قميصه بطريقة استعراضية. نحن الميليشيات شبه العسكرية، ذلك شعارهم، الجمجمة وعظمتان متقاطعتان. ما رأيك بنا؟ أجبته أرغب بالتدخين الآن. هكذا خرجت الكلمات من فمي. كنت دعابة. من أين أحضروه؟ يبدو أنهم تلقوا تعليمات بلعب دور قوات الفارك. إنه مقلب. صحيح أنهم ضحكوا، لكني ضحكت أيضاً. بعد أن ضحك الجميع تأكدت أنهم علموا بأننا لا نشكل أي خطر عليهم. رأيت روبرت وميغ عند ضفة النهر. فوجئا لأنني ما زلت حياً. تستطيعون الذهاب، أنتم أحرار. قال نستطيع المغادرة.
أجل، أنتم أحرار. لم أستطع أن أصدق. في الصباح التالي أتى شخصان لاصطحابنا. ظننا أنهما من فرق الإنقاذ، لكنهما كانا رجلاً وامرأة من أحد دور العبادة. هل تحتاجون إلى سيارة؟ لم يتسنى لي الوقت للتفكير في كل ما حدث. كنت منهكاً. كنا خارج الأدغال وبكل تأكيد داخل كولومبيا. أرسلت السفارة الأمريكية طائرة لاصطحابنا، وفي اليوم نفسه طاروا بنا إلى بوغوتا. اجلسوا وانتظروا من فضلكم. أجلسونا في أحد المكاتب وكانوا لنا آذاناً مصغية. كانت هناك أسئلة عديدة عن فيكتور. أهو بخير؟ عندها أخبرونا بالقصة الكاملة لما حدث بعد مغادرة فيكتور مع الميليشيات شبه العسكرية. أجبروه على أن يقودهم إلى بنما، وحين وصلوا إلى بايا كان هناك نوع من الاحتفال. لسبب ما لم يعجبهم مستوى تعاون القبيلة. قتلوا الزعيم وأصابوا ابنه. ظل ينزف حتى الموت. بعد مغادرتهم بايا قرروا التعمق أكثر في أراضي بنما وصولاً إلى بوكورو. وهكذا هرب فيكتور في منتصف الطريق بين بايا وبوكورو. حذر القرية منهم، وعندما وصلت الميليشيات وجدوها فارغة تماماً، فقاموا بسرقتها وإحراق بنائين قبل مغادرتها. قاموا بإحراق بنائين، أخذوا ما أرادوا وقاموا. عندما سمعت بما حدث قمت بلوم نفسي، فذلك فعل سيء. كان ذلك أول هجوم للميليشيات على بنما. مرشدون من بايا، قتل العديد منهم. تهاوى كل شيء، شيء رهيب. بدأت أشعر بالدوار. شعرت بشعور سيء للغاية. أحسست بحمى في جسمي وسألتني ميغان. هل أنت بخير؟ أجبت بالنفي، أريد الاستلقاء. حسناً، لا بأس. أجلسوني هناك، ثم جاءت الممرضة وسألت: ماذا حدث لك؟ لم أتمالك نفسي وشرعت في نوبة بكاء. لم أستطع أن أشرح لها ماذا حدث لي، لأنني أنا لم أكن أعرف ماذا حدث. لكنني وصلت إلى غايتي، عدت إلى كولومبيا، وهذا في حد ذاته شعور غامر. قضيت يوماً في بوغوتا وهذا كل شيء. صعدت سيارة أجرة وذهبت إلى الحديقة المركزية. جلست على أحد المقاعد. أسئلة عديدة ظلت تجول في خاطري حين غادرت ذلك المكان. لقد قتل أناس، ربما ذلك خطأنا. شعرت بالمسؤولية عما حدث. كانت تراودني فكرة استعدادي لدفع أي ثمن لعبور منطقة داريان، لكن في نهاية المطاف لم أدفع أي شيء. الآخرون هم من دفعوا.